سعيد في الحقيقه لاداره هذا اللقاء. شكرا للدكتور كيداج، شكرا للدكتور حديه، شكرا للدكتور الحروف. اذا كما جرت العاده في منطقه الحضارات نعطي الكلمه للدكتور غالي يحدثنا في لقاء هذا الختام هذا اللقاء. بارك الله فيك. انا اريد قبل ان اخرج بعمليه سنتازي تركيبيه أن أذكر بقولة مشهورة في أوروبا، يقولون باللغة الفرنسية سي فييس بوفي اي سي جونيس سافي، هكذا يقولون. تقول جاهلين احنا لا باقي قاضي. لا لا أوافق هذه القولة، لا أوافق هذه القولة، خلينا حتى نشاهد لأنني أنا في لا لا غير مظهر. اعتقد بان هذه القوله تحتاج الى قضيه العلاقه بين الشباب والشيوخ، وهذه العلاقه عندنا في ثقافتنا الاصيله مفكوكه، يعني ان هناك تكامل بين الشباب والشيوخ، لان الشيوخ يستطيعون بالشباب والشباب يعرفون ويفهمون بالشيوخ، فهذا الامر لابد ان يكون. ولكن كما قال احد الاساتذه الاستاذ، هناك بعض الشيوخ الذين لا يريدون ان يتزعزعوا عن كراسيهم ولا يفتحوا مجال الشباب، هذا امر من عوامل التشخيص الذي نريد ان نقوم به لكي نصل الى ما الى النهوض الحضاري او الجيل البحري والمواصفات هذا الجيل. وجب ان يحمل الشباب رؤيته، وهذه الرؤيه مصلحه لمحيطه ولمجتمعه، هذه الرؤيه هي التي تجعله فاعلا، لابد ان تكون رؤية موحدة فيها نوع من الإجماع، وهذا الذي كان في تاريخنا نحن. ونحن في حضارتنا عندنا هذه القابلية، لابد ان نفهم الآن كثير من قوى المجتمعات مع الأسف يعني لا يعني غاب عنها هذه الحقيقة، ان الدين مرتبط بالواقع، لأنه ودوره الأساسي هو توجيه الحياة الدنيا في كل مجالات من مجالاتها. نحن مثلا في العمارة، نحن الآن يفهم الشباب الحمد لله في المدرسة أن هناك مبادئ موجهة للإنشاء المعماري، ففي الطب هناك مبادئ موجهة للطب عند المسلمين، في علم الاجتماع هناك مبادئ موجهة لعلم الاجتماع، هناك مبادئ موجهة لعلم النفس. لابد الأستاذ الحضري عنده مثلا، أنا أريد أن أشهر بجمعيته الطيبة التي لا يعرف الكثير، وهي قضية علم النفس الفطري. علم النفس الفطري معنى ذلك بأنه هو بعمله الدؤوب على كل حالة جزاه الله خيرا، يعني استخلص المبادئ الموجهة لعلم النفس، ولا بد أن نهتم بهذا الأمر ونشاركه في هذا النشاط لكي يعطي كذلك دفعة لهذا المجتمع الذي لا يشوفه. نعود إلى قضية الجيل. جيل النهوض هو في الحقيقة نخبة. نحن لا نتكلم عن المجتمع وعلى كل الشباب، إنما نتكلم عن الشباب المسؤول الذي عنده رؤية ويستطيع أن ينتقد وضعيته، ولكن انتقادا بناء، لأنه يحمل البديل ويحمل أنه إيجابي، ينتقد بإيجابية لأنه يقترح البديل، فهذا الشباب نخبط. فإذا قلنا أن الشباب، يعني انظروا إلى هذه الآية في القرآن في سورة الأحزاب، من المؤمنين المؤمنون نخبة، من العصر الذي نعيش فيه جل المسلمين فقدوا إيمانهم، ومسلمون ولكن ليس عندهم ايمان، وهذه مشكله امه المسلمين كلها، لا اتكلم فقط على الهنديين. المسلمون الان فقدوا الايمان،
قالت العرب مؤمنة قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. فهذه حالة نعيشها الآن. جل لا أقول كل جل المسلمين عندهم هذه القضية. وكان أنا أقول لما أقول انفصام في الشخصية لا، لأنه يقول شيء ويقول أنا مسلم ولكن يتصرف كأنه غير مسلم بانتقاد تناقض كثير في تصرفاته. لابد أن نعالج هذا الأمر. إذا جيل النهوض الحضاري نخبة عنده هذا الوعي بأنه عنده رؤية ينتقد ويقترح ولا يتناقض مع ما يقترح، لا يتناقض مع ما يقترح. إذا علينا نحن أن نفرق بين الإسلام والمسلمين. المسلمون بشر يخطئون ويصيبون. الإسلام منهج حياة ضابط. أنا قمت بكلمة يعني ببحث في 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 مصطلح ريليجيو، فبحثت فيه في قضية المنجي الفرنسي الأنوار والتمويل، فوجدت بأن كلمة الدين هي التي نحن نفهمها الآن، كلمة تراديسيون هي التي نحن نسميها السنة ليس تقاليد. فإذا معنى ذلك بأن الكلام والمصطلحات تغيرت بمفهوم المرجعية. المرجعية الأنسية ليست المرجعية الدينية التي كانت عندهم. فنحن لابد أن نفهم يبقى نوع من النسبية. المسلمون عندهم نسبية. الإسلام دين مطلق لأنه رباني معهم، وأن ينطلقوا بثقة لكي يتجاوزوا هذا الواقع باقتراح المدين وترجمته بشكل عملي. لا أريد أن أطيل كثيرا، وإن شاء الله سيكون لنا فرصة في أن نخرج هذا الأمر ونوزعه عن طريق وسائل الإعلام المتاحة. وجزاكم الله خيرا. وأنا قبل أن أختم وأترك يعني هو شارك في المساعدة، هو من المراجع الحمد لله الذين تنصحنا دائما في ملتقى الحضارات. جزا الله خيرا الأستاذ حضري، وجزا الله خيرا الأستاذ عبد اللطيف كداي الذي جزا الله خيرا أعطاني معلومات دقيقة على الواقع للتشخيص الواقع الذي نعيش فيه، والأستاذ مصطفى حديار الذي عندنا مع يعني جولات كثيرة هو كذلك يعطي أمور عملية مباشرة، وطبعا الأستاذة فاطمة الحروف التي هي كما رأيتم أعطت المواصفات الكبيرة التي هي منتجمة مع الهوية مباشرة. وهي في الحقيقة الشباب لو التزموا بهذه المواصفات سيكون فعلا عندهم مواصفات جيل النهوض الحضاري بإذن الله المنتظر والمنشور. جزاكم الله خيرا. في النهاية نشكر الجميع وبارك الله فيكم، ولا ملتقى الحضارات إن شاء الله مبين آخر، ومع سيدة خير بارك الله فيكم جميعا.